دوما هو المساهمه الى جانب كل فاعل لتوفير مناخ ابداعي يشجع الطفل على كيفيه التفكير ولا تعرقل اكتشافاته. تطوير وتنميه مهاراته وتطبيقها في الحاضر والمستقبل. كما ان مرافقتنا لهم تجعلنا في قلب الحركية التي يشهدها مجتمعنا بما يعزز التماسك والتكافل الأسري ويقلل التأثيرات السلبية للتغييرات والتطورات الاجتماعية. وحري بنا بالذكر بانخراط مجمع اتصالات الجزائر بكل فروعه في جهود الهيئات الوطنية لترقية الطفولة وحمايتها وتعزيز التضامن الوطني. إذ نبرم اليوم بخصوص بهذا الخصوص اتفاقية تعاون مع الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة، كما سبق لنا إمضاء اتفاقية تعاون مع الهلال الأحمر الجزائري، ومستقبلا مع المجلس الأعلى للشباب والمرصد الوطني للمجتمع الوطني المدني وكما سبق لنا مرافقة بعض المبادرات التضامنية والأنشطة ذات الطابع الإنساني مع هذه الهيئات الأربع. سيدات والسادة الكرام، إن وجودكم على رأس هذه الهيئات الوطنية ذات الأدوار الاجتماعية العظيمة من شأنه أن يدفع بالجهود المبذولة إلى الأمام وأن يمد جسور التواصل والتعاون بيننا من أجل رعاية وحماية الطفولة وترقية القيم الوطنية في الأوساط الشبانية وتفعيل أداء المجتمع المدني والعمل الجمعوي في بلدنا. ونحن واثقون أن ذلك سيتعزز لاحقا بتلك القيمة المضافة لمجتمعنا وتحقيق أهداف الاندماج بمجتمع المعلومات والحلول الرقمية وتكنولوجيات الإعلام والاتصال. شكرا لكم كرم الإسراء، وعلى أمل أن يتجدد اللقاء. السلام عليكم، وصحة فطوركم مجددا. بارك الله فيكم.